بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. كان من ثمار عناية الجناب النبوي الشريف بتعليم المرأة السنة إن اعتنت النساء بحفظ الحديث، واعتنت النساء في زمن النبوة بتعلم الحديث من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بالطريق المباشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بكده، اهتم بتعليم المرأة وبتوجيهها وبتخصيص وقت ليها، اهتم بتعليم النساء كل شيء. عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فبدأ بالصلاة. يعني يوم عيد الفطر أول حاجة بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام أن بدأ بالصلاة، ثم خطب. فلما فرغ، لما خلص الصلاة وخلص خطبة العيد، فلما فرغ، هكذا يقول الراوي، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه. وبعدين بيوصف كمان أنه سيدنا بلال كان باسط التوب بتاعه، الملابس بتاعته عاملها كده كزي الشيء الوعاء، يعني باسط الثوب بتاعه يلقي فيه النساء الصدقة، اللي لابسة حاجة ذهب بتحطها بيجمع الصدقة، باسط ثوبه ليأخذ فيه الصدقة، وكان ذلك طبعا مع أمر معلوم يعني. وفي رواية عن ابن عباس في هذا المقام اللي بتحكي لما النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد الفطر راح وبعدين صنع كذا وكذا وكذا، رواية تانية بقى بتكمل لك المعنى ده عن ابن عباس رضي الله عنه كما روى، بيقول: فظن، يعني ظن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدق. يعني بضميمة الروايتين إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حين رأى أنه لم يسمع النساء الحديث بتاعه الخطبة بتاعة العيد، فلما فرغ من الصلاة والخطبة وظن إن هم ما سمعوش،
النساء حديثه أو خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث الجمع كثير، عدد الناس كتير جدا، وصفوف النساء هي موجودة خلف صفوف الرجال. فجاء إليهن النبي عليه الصلاة والسلام فأتاهن ووعظهن أداء لحقهن في التربية وفي التعليم وفي التوجيه وفي أخذ العلم، أخذ الوحي من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله عطاء رضي الله عنه، حيث رأى وجوب تذكير النساء وتعليمهن، اتعلم وأفاد من موقف النبي عليه الصلاة والسلام هذا وغيره كثير، وبيعلق يعني على هذا الحديث إنه وجوب إن يكون في رعاية على النساء والأخذ بأيديهن، وإن احنا نعلمهم وإن احنا نوجههم وإن احنا نعطي لهم هذا الحق، لأنه إنما النساء شقائق الرجال. العناية بتعليم المرأة الوحي كان منهج نبوي كريم، يعني ده من يوم ما ابتدت الدعوة، منذ بداية دعوة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرأة في زمن النبوة الشريف تتلقى من أول يوم مع الرجل دعوة الله تعالى. يعني لما أنزل الله سبحانه وتعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، زي ما روى لينا أبو هريرة إنه النبي لما نزل عليه القول الكريم وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يبدأ بالتوجيه في القبيلة بتاعته، ثم الدوائر الأقرب فالأقرب، القرابة بتاعته، وهكذا. وعلى الإنسان يبدأ بصنع الخير في نفسه وأهله، وبعد كده يتعدى ذلك. كان توجيه إلهي كريم. قام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام استجابة لأمر الله وقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. والحقيقة أن في هذا الحديث الشريف اللي بيوري اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء والرجال، إنه لما أمر بأنه يبدأ وأنذر عشيرتك الأقربين، وإنه يعلم الأهل والأقرب فالأقرب له، اعتنى بالنساء والرجال. وده باين من نداءات النبي عليه الصلاة والسلام للقرابة من الرجال والقرابة من النساء. بيروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قام حين أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، إنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعنى يعني اذهب في الآية الكريمة، اذهب أيها الرسول الكريم لإبلاغ القرابة بتاعتك، ابلغهم بالحق الذي أرسلت به من عند ربك. يعني هتبلغ مين؟ اللي هم مين؟ اللي هم قريش، والنبي قرشي، وهم مين؟ هم آل عبد المطلب وآل هاشم وآل عبد مناف وقصي. فقال لهم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله. يعني كأنه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وجههم عن طريق إنه كأن جعل الطاعة لله تعالى والإذعان لهذا الحق هي ثمن النجاة من النار ودخول الجنة. طب والسلعة المشتراة هي إيه؟ هي الجنة، كما في حديث آخر في الصحيحين: لا أغني عنكم من الله شيئا. يعني كل إنسان يحاسب عن نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان سيأتي بما صنع وقام وقدم في حياته الدنيا، بتتحاسب على نفسك. فإذا عرفت كده، يبقى وجب على المؤمن بحق وصدق إحسان العمل وحسن التقرب به إلى الله تعالى، إنه الإنسان
لن ينفعه قرابته من كذا، ولا انه قريبه ولي او قريبه احد او قريبه ذو صاحب سلطان او صاحب قوة، لن ينفعه الا العمل. عمله ماذا قدم في هذه الحياة الدنيا؟ امر خطير. وعشان كده بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية يعني يذكر من القرابة الأقرب فالأقرب من نسب قريش له، بعد كده زي مثلا لما قال يا بني عبد مناف ده أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤكد لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني، وده عم سيدنا رسول عليه الصلاة والسلام، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، حتى ستنا فاطمة بنت سيدنا رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد لا سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني هو ده المستطاع في الدنيا، ولكن لا أغني عنك من الله شيئا، لأنه في الآخرة كل إنسان يحاسب عن نفسه، ولن يدخل الجنة من لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويعمل صالحا في هذه الحياة الدنيا. الحديث في بيان إن كل إنسان مرتبط بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا ينفع ساعتها نسب ولا ينفع مال ولا ينفع عمل غيره، إن كان لي قريب صالح أو قريب ولي أو من العلماء أو من الأتقياء أو نبي من الأنبياء، لن ينفع الإنسان في الآخرة إلا الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح، المعنى ده النبي عليه الصلاة والسلام لما استجاب للأمر الإلهي الكريم وأنذر عشيرتك الأقربين، خص به الرجال دون النساء، ولا خاطب الرجال والنساء في قومه وفي قرابته وفي عشيرته، خاطب الاثنين. ده عناية من النبي عليه الصلاة والسلام، ده رعاية من النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء، عموم النساء، القرابة وعموم النساء. الحديث بين في أنه النبي عليه الصلاة والسلام استجاب، صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وبسرعة الإبلاغ، إبلاغه الرسالة زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمره دون تقصير. وواضح في البلاغ النبوي الشريف أنه يقوم بإبلاغ قرابته من الرجال والنساء على حد سواء، عشان ده العناية دي والرعاية دي والاهتمام ده صنع جيل من الفقيهات والراويات في مجتمع النبي الكريم، وبقت ليهم تلامذة وتلامذة وتلامذة وهكذا. العناية بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام، بتعليمه للنساء، بتعليمه إياهم الوحي، كانت منذ بداية الدعوة. وكما كانت الصحابيات الكريمات بيتلقين الحديث النبوي الشريف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني دي صورة من صور التلقي اللي كانوا بياخدوا فيها السنة والحديث. كمان إذا ما قدروش أنهم يحضروا مجلس سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يتلقون الحديث من أزواجهن أو إخوانهن أو آبائهن، يعني ما كانش فيه تقصير من النساء في زمن النبوة في تلقي العلم، كان فيه اهتمام، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان مهتما بتعليمهن وتوجيههن. والحقيقة أنه لم يقتصر دور كمان النساء أو الصحابيات في زمن النبوة على أنهم يتلقوا بس، لا، ده كانوا بيتلقوا الحديث وكمان شاركوا في تبليغ العلم ورواية الحديث وحسن أداء الرواية. يعني كان حفظ قوي وعناية بأنهم يثبتوا اللي حفظوه، وتجد عناية فائقة بالتلقي، ياخدوا الحديث بالضبط من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو ممن أخذوا منه الحديث. حتى الإمام الحافظ الذهبي بيقول كلمة رائقة جداً، بيقول لم يؤثر عن امرأة أنها كذبت في حديث. شهادة كبيرة، شهادة للنساء بأنهن إذا تم، وده لكل إنسان في مكانه بيده قرار، صانع قرار، إذا اهتمينا اهتمام بالغ بالنساء وبتعليم النساء وبرعاية النساء وبإعطائهن الأدوار
اللي تعطي لهم المكان والمكانة في مجتمعاتهن هيتقن، لأنه هو ده ما حدث في المجتمع النبوي، وده اللي بتأرخه السنة النبوية المطهرة، اللي أدعياء العلم يقول لك ما كانش في سنة، وقد شارك في روايتها وفي حفظها وفي تلقيها النساء والرجال. لو تم الرعاية والاهتمام بالنساء هيقوموا بإتقان فهم العلم وحفظه، وهيقوموا بأداء حقه على أكمل وجه. يعني طبعا كل إنسان وكل امرأة على قدر تلقيها واستيعابها، لكن لابد من القيام بحق النساء في تعليمهن، لأن هو ده التوجيه المباشر من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وهو كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في مجتمعه النبوي الكريم. الحقيقة أنه لما سطعت الحضارة الإسلامية على العالمين كان ساعتها وقت ما كنا ما كنا، كان للمرأة دور عظيم في بناء تلك الحضارة اللي احنا بنفتخر بيها كل ما تأتي ذكراها، حيث كان محفوظ حق المرأة في العلم والتعلم والتعليم، وما كانش فيه في وقتها تمييز للرجال دون النساء، إنما كان إتقان العلم وحسن تلقي العلم هو الأساس مش الذكورة والأنوثة. حتى قال الشوكاني: لم ينقل عن أحد من العلماء بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة، فكم من سنة تلقتها الأمة بالقبول من امرأة واحدة من الصحابة، وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم الرواية. عايز يقول إنه المرأة لما كان فيه اهتمام بيها، اهتمام بتعليمها وتوجيهها، واهتمام إن تاخد أدوارها في المجتمع بتاعها، كانت صاحبة علم ثقة. حتى إنه لم ينكر حديث واحد على امرأة، الرويات اللي هنتكلم عن بعضهن، وحنبتدي بالحديث طبعا عن أئمة هؤلاء الراويات ابتداء من بيت النبوة، أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. الاهتمام بالعلم، العلم حياة، العلم بناء للحضارة. مع العلم الحقيقي تجد أن المرأة تجد لها مكانتها ومكانها القوي. فيا من تنكرون السنة المطهرة، أنتم لا ترون أن ميراث النبوة الشريف قد صنع جيلا عظيما من أهل العلم من الرجال والنساء، يحملون أنوار الرسالة للعالمين. وصدق الله العظيم القائل في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.